مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية أعزائي طلاب الصف التاسع، ودرسنا الثاني من دروسنا المصورة AT Reading. النهاردة معدنا مع درس الريدنج في صفحة 88 Student Book. قبل ما نختم الدرس اللي فات كنت حطيت سؤالين عشان نحضر بيهم نفسنا للدرس الجديد. الدرس السؤال الأول كان بيقول Do you like football? Why or why not؟ السؤال الثاني How many varieties of football do you know of؟ طبعا مقصود من السؤال هنا ان احنا في عندنا انواع كتير من كرة القدم. يمكن واحنا بنشرح الفوكابلري الدرس اللي فات ذكرنا بعض الانواع زي الامريكان فوتبول والاوسي رولز او اللي هي الاستراليان فوتبول والجاليك فوتبول كانواع مختلفة من كرة القدم غير كرة القدم التقليدية المتعارف عليها في على مستوى العالم. والنهاردة هنتعرف على الأمور دي بالتفصيل من خلال reading text. طبعاً الفقرة اللي عندنا في صفحة 88 عليها بعض الأسئلة اللي المفروض نجاوب عليها مع بعض. هسيبك دقيقتين كده تقرأ معايا الفقرة بشكل سريع كده، تعمل skimming عشان تتعرف على المين ايديا او الفكره الرئيسيه للنص. وزي ما احنا متعودين ان دايما من اشهر الاسئله فقرات الريدنج في الاختبار السؤال المتعارف عليه واللي بنتدرب عليه كتير What is the main idea of the text. عنوان الفقره بيقول لي football codes. football codes المقصود بيها هنا اللي هي الانواع المختلفه للعبه كره القدم، وزي ما قلت في البداية اللي احنا استعرضنا بعضها في الدرس السابق درس الفوكابلوري. الفقرة الأولى تقول In different parts of the world the word football is used to describe some very different games. These games are called codes. يبقى هنا المقصود بكلمة codes هي الأنواع المختلفة ل ما يطلق عليه فوتبول أو كرة القدم، لأن احنا اتفقنا إن ليها أشكال مختلفة. And the only thing they have in common that they are played with a ball. الشيء المشترك الرئيسي ما بين الأنواع المختلفة لكرة القدم دي إنها كلها بتتلعب بكرة. They are all team games، وكلها طبعا ألعاب جماعية. And they are related to games played in medieval times. medieval times طبعا المقصود بها هنا العصور الوسطى اللي هي كانت بداية ظهور هذه الألعاب أو الرياضات. Most people think that football got its name from the fact that player kicked the ball. But that's not true. كتير من الناس بتعتقد ان كلمة football جاية من الشيء الأساسي في كرة القدم، ان الناس تضرب الكرة برجليها فعشان كده تسمت فوتبول، لكن ده مش حقيقي. Different medieval games became known as football because they were played by peasant on foot and not on horseback as the nobleman did. بيقول ان كتير من الالعاب كان اسمها فوتبول زمان في العصور الوسطى لأن كان القرويين أو المزارعين البسطاء والفقراء بيلعبوا على أقدامهم هذه الألعاب على عكس الأغنياء أو النبلاء اللي كانوا بيلعبوا هم ركبين الخيول. The game the British known as football is officially called association football. كرة القدم المتعارف عليها اللي هي تعتبر الأكثر شعبية في العالم حاليا اللي هي أصلها كان في بريطانيا، والبريطانيين أو الإنجليز بيتعرفوا عليها باسم فوتبول، هي بشكل رسمي يطلق عليها Association Football وتسمى في In the United States of America and Australia call it soccer. في أمريكا وفي أستراليا بيسموها اسم تاني مختلف اللي هي soccer، لأن كلمة فوتبول عندهم ليها معنى آخر.
اللي هي طبعا كرة القدم الأمريكية اللي بتتلعب بالأيدي والأقدام. In these games or in this game, players are allowed to use their feet, heads and bodies except for the goalkeeper who use his hand. زي ما احنا كلنا عارفين ان في كرة القدم التقليدية المتعارف عليها بينا ان اللاعبين مسموح لهم باستخدام الأقدام والرأس وأجزاء من الجسم ما عدا اليدين اللي هي مسموح ليها مسموح لحارس المرمى فقط باستخدام اليدين. The rules of association football were created in the late 19th century. في القرن التسعتاشر بدأ كرة القدم يكون ليها قواعد وقوانين. And the first international match took place in 1872. وأول مباراة دولية أقيمت في 1872 between Scotland and England، وكانت المباراة دي بين England and Scotland. Today the World Cup is held every 4 years and is watched by millions of people. وطبعا حاليا زي ما احنا عارفين ان كل 4 سنوات بتقام مباريات كأس العالم واللي بيشاهدها ملايين من الناس حول العالم. In the USA, football is something different. Football أو كرة القدم في أمريكا هي شيء مختلف عن كرة القدم البريطانية الأصل واللي هي تعتبر اللعبة الأولى عالمياً الآن. What American calls football, the rest of the world calls American football. اللي الأمريكان بيقولوا عليها football في باقي العالم بتسمى American football طبعاً لتمييزها عن كرة القدم العادية. In this game, players mostly use their hands. They score points by carrying the ball to score a touchdown or they can kick a field goal through the upright posts. طبعا هنا في كرة القدم الأمريكية زي ما بنشوفها كتير في الفيديوز أو في وسائل الإعلام المختلفة إن اللاعب بيمسك الكرة وبيحاول يوصل بيها لنهاية الملعب عشان يحطها وراء الخط أو يشوطها من بعيد باستخدام الإيد والرجل عشان يوصلها بين قائمين مرتفعين في نهاية الملعب. American football developed from early version of rugby and association football. هي تعتبر لعبة مطورة من خليط من الرجبي والكرة القدم التقليدية العادية. Football for Australian is Australian rules football or Aussie rules and the players use their hands and feet to kick. كرة القدم في الأسترالية أو اللي بيسموها Aussie rules and the player use their hands and feet to kick, pass and shoot. وهنا برضو بيستخدم فيها اللاعبين إيديهم ورجليهم عشان يمرروا الكرة أو يسددوها في أثناء اللعب. Aussie rules began as a way for cricket players to keep shape, to keep in shape during the winter. طبعا أستراليا من الدول المشهورة بلعبة الكريكت واللي بتتوقف في فترة الشتاء بسبب ظروف الطقس، وبالتالي اللاعبين هناك كانوا بيدوروا على أي وسيلة عشان يحافظوا على لياقتهم، فبدأوا يلعبوا لعبة الأوسي رولز أو الأستراليان فوتبول وبدأت تتطور لحد ما أخذت الشكل الحالي. That's why the fields used for Aussie rules are around and much bigger than those are used for other types of football. لذلك الملعب اللي بتتلعب فيه كرة القدم الأسترالية بيكون ملعب دائري وكمان بيكون أكبر مساحة من ملاعب كرة القدم العادية. Other football codes include Canadian football, Gaelic football, and rugby, which is also considered a football code. بيقول إن في طبعاً أنواع أخرى مختلفة من الفوتبول زي الكنديان فوتبول كرة القدم الكندية والجاليك فوتبول اللي هي موجودة في بعض مناطق أيرلندا and rugby ولعبة الرجبي. Which is also considered football code اللي بعض الناس بتعتبرها أحد أنواع كرة القدم. One thing's for sure though, football
whichever game you are talking about is very popular across the globe. طبعا الشيء الأكيد إن أي نوع بتتكلم عنه من أنواع كرة القدم فإحنا عندنا النوع الأساسي أو الرئيسي أو الأكثر شعبية المعروف والمتعارف عليه في العالم كله هو طبعا كرة القدم التقليدية اللي احنا بنسميها Association Football. طيب بعد ما قرأنا النص وعملنا skimming للنص سؤال هنا What is the main purpose of the text؟ عندي ثلاث إجابات هنا نختار منهم إجابة To explain the difference between varieties of sports called football ولا B To show the history of football from its origin till modern times ولا C To highlight the difference between football in the USA and the UK طبعا لو فكرنا شوية هنلاقي إن الإجابة الصحيحة هي الإجابة A اللي هو هنا بيشرح لي الفرق بين الأنواع المختلفة من الرياضات اللي بتدخل تحت مسمى فوتبول تكلمنا عن الـ Association Football وتكلمنا عن الأمريكان فوتبول والكناديان فوتبول والأستراليان فوتبول فدي كلها أنواع مختلفة من الرياضات تدخل تحت مسمى فوتبول ممتاز عندي بعد كده بعض الأسئلة اللي بتسأل عن ديتيلز معينة في الفقرة واللي احنا هنا بنضطر نعمل لها حاجة اسمها scanning للتكست scan the text يعني اقرأ التكست قراءة تفصيلية وده اللي احنا عملناه من شوية لما قرأنا النص وشرحناه بالكامل فهنجاوب على الأسئلة هنا باختيار إجابة من الإجابات A, B or C السؤال الأول What is a football code? What is a football code? كلمة football code احنا قلنا معناها ايه؟ معناها one of the various games that go by the name football يعني هي احد انواع الالعاب او الرياضات اللي احنا بنقدر ندخلها تحت مسمى football او كرة القدم according to the text most people think that football is just one type of game ولا become known in medieval times ولا received its name because the players used their feet to play the game احنا قلنا واحنا بنشرح في النص ان ناس كتير عندها اعتقاد ان كرة القدم اتسمت كرة قدم عشان الناس بتلعبها برجليها فهنا بيقول لي most people think that football received its name because the players used their feet to play the game question 3 what is true about association football ايه المعلومة الصحيحة من التلات اجابات دي بخصوص كرة القدم التقليدية its official name is soccer ولا it's known as soccer in some parts of the world ولا none of the players are allowed to use their hands طبعا الاجابة الاولى its official name is soccer الاسم الرسمي للassociation football هو soccer ده إجابة خاطئة لأن هي بيطلق عليها سوكر في أستراليا وأمريكا فقط It's known as soccer in some parts of the world ده إجابة صحيحة ليه؟ لأن احنا قلنا إن في أمريكا وأستراليا متعارف على كرة القدم التقليدية اللي في العالم كله بيلعبوها متعارف عليها هناك باسم سوكر أخيرا none of the players are allowed to use their hands الإجابة هنا خاطئة لأن احنا استثنينا حارس المرمى وهو لاعب أيضا من المنع من استخدام الإيد يعني هو مسموح له أنه هو يستخدم إيده فهنا الإجابة تعتبر خاطئة وبالتالي أنا عندي الإجابة الصحيحة هي B Question 4 Which of the statements applies to American football only? إيه الجملة اللي في الثلاث إجابات اللي قدامي هنا تنطبق فقط على الأمريكان فوتبول Goals are scored with feet الأهداف تسجل فقط بالقدم احنا قلنا الكلام ده غير صحيح لأن اللاعب ممكن يشيل الكرة بإيده ويجري بيها في الملعب لحد ما يحطها وراء الخط اللي هو يعتبر المرمى It comes from earlier forms of other games
كرة القدم الأمريكية مشتقة من ألعاب أخرى قديمة، ولا it's referred to as just football by some people، يشار إليها فقط بأنها اسمها كرة قدم وخلاص من بعض الناس؟ الإجابة الصحيحة هنا هي الإجابة B، لأن احنا قلنا إن هي مشتقة من بعض الألعاب القديمة. What is unique about OC rules؟ إيه الشيء الفريد في كرة القدم الأسترالية اللي احنا سميناها OC rules؟ It is played only in the winter، ولا players use their hands and feet، ولا its pitch is a different shape size and size، الملعب بتاعها مختلف في الشكل والمساحة. أيوة صح، هي دي الإجابة الصحيحة، لأن احنا قلنا إن الملعب بتاعها دائري وأكبر حجما من باقي الملاعب. بكده نكون انتهينا من الدرس الثاني معنا، وهو درس reading. وما ننساش برضو نحل الworksheet المرسل لينا مع الدرس، كمان ما ننساش التطبيق أو الworksheet الإلكتروني المرسل ليكم اللينك بتاعه مع الدرس على جوجل فورمز. أتمنى لكم التوفيق وأشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.